النهارده وانا بتفرج على الماتش شفت مشهد ما فهمتوش، مش عشان مش عايز اشوف الصوره يا جماعه بعد اذنكم. ولد مشجع لابس فانيله الاهلي واقف وسط جمهور الزمالك، مش هي دي مشكله. المشكلة ان انا لقيت لما الكاميرا جت عليه لما الزمالك دخل فيه جون ان هو زعلان جدا جدا، متأثر بشكل كبير جدا. فقلت الفريق الاعداد لازم تجيبوا لي الراجل ده، لازم نتكلم معاه، عايز اعرف ايه قصته. احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اول حاجة عايزك تقول لي بالامانة كده، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ في الحقيقة في الحقيقة خالص انا زملكاوي. اما لابس فانيله الاهلي ليه؟ لا تيشيرت، معايا تيشيرت الزمالك، فكنت مع العيله وكده، ففيش قدامي غير الاهلي، تيشيرت رياضي وحيد. يعني انت عندك بس فانيله عندي عندك فانيله الزمالك؟ عندي زمالك واهلي. طب ليه اشتريت فانيله الاهلي؟ معلش انا بس ايه، في حاجه يعني عايز افهم، ليه ايه اللي خلاك تروح وتشتري فانيله الاهلي؟ ولا جات لك هديه؟ لا هي معايا من فتره يعني. مش يعني انا عامه بحب الاهلي، ما بحبش الروح اللي بتحصل ما بيننا دي، اللي هو انت اهلاوي وانا زملكاوي، ما بحبش كده. وعندي الاسماعيلي يعني. عندك فانيلة الاسماعيلي؟ عندي الاسماعيلي، انا بحب الاسماعيلي جدا. واللي هو حوار ان انا زملكاوي وانت اهلاوي فنشتم بعض، الحوار ده مش عندي خالص، لا خالص. طب عايز 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 اسالك سؤال برضو، ولما دخلت النهارده المدرج بفانيلة الاهلي جمهور الزمالك كان بيقول لك ايه؟ الشباب اللي حواليك كانوا بيقول لك ايه؟ لا كان روح يعني، ما فيش اختلاف، ما فيش مثلا مشادات بين بعض، لا كان عادي جدا، كان عادي جدا، طبيعي، الوضع طبيعي. يعني ما حدش قال لك انت لابس فانيله الاهلي ليه، ولا انت اهلاوي ولا زملكاوي وبتاع، ولا لا انت قلت لا لهم انا كان زملكاوي؟ بيحصل، كان بيحصل بس خفيف، اللي هو بس بهزار، بهزار كان بهزار برضه. وكان في حواليا كتير لابسين الاهلي بس الكاميرات ما جاتش عليهم. يعني كان في جمهور اهلي تاني؟ كان في ومين، في حد كلمك بقى بعد اللقطه دي؟ في حد كلمك قالك انت طلعت في التلفزيون؟ في حصل شويه، في ايه؟ في صحابي شويه. احمد بحييك وبشكرك على مداخلتك معانا. احمد علي يعني طبعا عايزين نجيب صورته كده تاني يا جماعه. انا كنت متاكد ان هو مش اهلاوي، لان دي انت حتى لو انت اهلاوي هتروح راح تدعم الزمالك، كنا زمان ساعات بنشوفها في المدرجات يعني. طبعا يعني انا فاكر ماتش النجم الساحلي ده اللي اتغلبنا فيه في نهائي بطوله افريقيا، ده كان قاعد قدامي واحد اهلاوي بفانيله الاهلي، ده بس اهلاوي جاي يدعم الزمالك والعكس بيحصل. انما زملكاوي يشتري فانيله الاهلي ويروح بيها الماتش، دي جديده. بس انا بتكلم معاه بيقول لي يعني انا راجل عادي ما عنديش اي مشكله، انا راجل يعني بحب الاهلي، بيقول لي يعني عادي، وبحب الاسماعيلي، بحب الانديه التانيه كلها. مش عارف، بس ده يعني موقف حصل وكان لازم اعلق عليه وكان لازم نوصل له. بحيي فريق الاعداد على ان هم عرفوا يوصلوا لاحمد علي المشجع الزملكاوي اللي النهارده راح الماتش بفانيله الاهلي.